اهلا بيكم على قناتكم، قناة دروس الماني اونلاين. ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وده فيديو جديد وانا اسماء جويلي، ويلا بينا نبدأ. النهاردة درسنا سهل جدا وان شاء الله يعجبكم، هو ازاي تقول الحاجة دي بالنسبة لي سهلة او بالنسبة لي صعبة. طبعا كلنا عارفين leicht وschwer. leicht وschwer الاتنين adjective، leicht معناها سهل وبرضو بتيجي بمعنى شوية بسهولة، وschwer معناها صعب وكمان بتيجي بمعنى احيانا معنى حاجة تقيلة عليا schwer. بس موضوعنا النهاردة عن سهل وصعب. ايه كل الطرق اللي ممكن اقول عليها اقول بيها الحاجة دي سهلة بالنسبة لي؟ اول حاجة هي الطريقة الكلاسيكية السهلة خالص الحرفية اللي احنا عارفينها، ان انا استخدم الادجكتيف اللي عندي سواء leicht او schwer، فاقول das ist für mich leicht. das ist für mich leicht معناها ده بالنسبة لي سهل. وبزيها بالظبط، طيب لو عايزة اقول ده بالنسبة لي صعب، das ist für mich schwer، ما فيهاش اي حاجة. دي بكل بساطة ودي الطريقة الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها السهلة جدا والحرفية جدا. طيب بعد كده احنا بنتقدم في اللغة، وما ينفعش دايما نستخدم الجمل البسيطة دي سواء بنعمل انترفيو او بنقدم على منحة او غيره، عشان في جمل كتيرة جدا بتظلمنا، بتبين ان احنا مستوينا ايه ده، يعني كلام حرفي جدا. طيب ازاي بقى اقول بقى بطرق احسن ده بالنسبة لي سهل وده بالنسبة لي صعب، وبرده تكون بجملة بسيطة وسهلة جدا؟ اول طريقة عندنا فعل اسمه leicht fallen. leicht fallen معناها سهل، سهل بالنسبة لي، من السهل. مهم قوي نعرف ان الشخص اللي مستسهل الحاجة بيجي في حالة الداتيف مش في حالة الاكوزاتيف. وحاجة كمان، غالبا الفعل ده بيستخدم مع حرف الجر اس، مش دايما بس غالبا. يعني انا لما اقول ان الحاجة دي بالنسبة لي سهلة، فبقول es fällt mir leicht. es fällt mir leicht معناها ده سهل بالنسبة لي. es fällt mir leicht، اس هنا طبعا بتكون عايدة على التوبيك اللي انا بتكلم فيه اصلا. es fällt mir leicht، طيب ده سهل بالنسبة لي. طيب اكمل جملة مثلا es fällt mir leicht dir das zu erklären، يعني مش سهل عليا ان انا اوضح لك الامر. طيب جملة تانية دي فلوخت wäre ihm leicht gefallen، يعني قرار الهروب او الفرار كان سهل عليه. دي فلوخت معناها الهروب، فيري ايام لايت جفالن زي ما قلنا الفعل الشخص المستسهل الحاجة دايما بيجي في حالة الداتيف، فقلنا ايام مش ايان. دي فلوخت فيري ايام لايت جفالن، يعني كان من السهل عليه ان هو يهرب. طيب تالت طريقة بقى وهي أصعب من الاتنين اللي قبلهم، وهو فعل برضو اسمه sich leisten. sich leisten الفعل ده زي ما احنا شايفين هو فعل منعكس، الضمير المنعكس معاه بقى بيجي في حالة الداتيف أو الأكوزاتيف. يعني ايه؟ يعني بيجي مرة داتيف مرة أكوزاتيف؟ لأ، سواء جبته في الداتيف صح سواء جبته في الأكوزاتيف صح، ده بالنسبة للضمير المنعكس. طيب الفاعل معاه بقى اللي هو الشخص اللي مستسهل الحاجة بيجي بعد حرف الجر باي أو ميت، وطبعا كلنا عارفين إن الحروف دي بتعمل داتيف. طيب مثال ich tue mich oder mir، مش صح ومية صح، وده هنا كده بنتكلم على الفعل على ضمير الفعل المنعكس. طيب الشخص بقى المستسهل الحاجة قلنا لازم يجي قبله حرف الجر ميت أو باي. ميت diesen Aufgaben leicht، يعني كان سهل يسهل عليا إنجاز هذه الواجبات. Ich tue mich mit diesen Aufgaben leicht. ده بالنسبة لإزاي أقول الحاجة سهلة بالنسبة لي. طب لو أقول صعبة زيها بالظبط تبكال، حتى نفس الأفعال بس بنغير leicht بشوية. طيب ناخد أمثلة. إحنا قلنا هنا leicht fallen معناها فعل بيستخدم للتعبير عن السهولة، هنشيل لايت وتبقى شفيع فالن. شفيع فالن برضو نفس التعبير، وكل حاجة حصلت في لايش فالن هي هياها اللي هتحصل في شفيع فالن، برضو الفاعل بيجي معاه في حالة الداتيف. بايشبيل دي أبعد فعل إيب سيشليش شفيع فالن، يعني من الواضح ان العمل سيكون صعب بالنسبة له، من الواضح ان الشغل ده هيكون صعب عليه. قلت لكم في اول الفيديو ان ساعات شويه بتيجي بمعنى تقيل. dieser Stein wird sehr schwer fallen. dieser Stein wird sehr schwer fallen معناها الحجر ده هيكون صعب قوي، او طبعا هنا
الأحسن إحنا نقول إنه هيكون تقيل جدا. وآخر جملة Es fällt mir schwer, زي ما قلت فوق Es fällt mir leicht, مثلا auf diese Frage zu antworten. يعني صعب عليا إن أنا أجاوب على الأسئلة دي. ده بالنسبة لفعل schwer fallen اللي زي بالظبط leicht fallen. طيب الفعل التاني اللي إحنا اتكلمنا عليه وهو sich leicht tun، هنطبق معاه برضو نفس القاعدة، هنشيل بدل leicht نحط schwer، تبقى sich schwer tun. Ich tue mich oder mir damit schwer zu verstehen, was du meinst. يعني صعب علي أفهم أنت قصدك إيه. Ich tue mich oder mir، ده الفعل الرفلكسيف، وزي ما قلنا بيجي في حالة الداتيف أو الأكوزاتيف، مش صح ومية صح. دامت احنا قلنا ان هو بيجي مع حرف ميت أو باي، دا دي عايدة على الجملة، يعني عايدة على الشيء اللي هو قاله أصلا. تسو فشتيهن يعني صعب عليا ان انا افهم، فاس دو ماينز انت تقصد ايه. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تسيبولنا رأيكم في الكومنتات وتقولولنا افكار لفيديوهات جديدة. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.